السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع توسيعة مركز المعارض بجزائر العاصمة، اللي يصبح واحد من أكبر المراكز نتاع المعارض في إفريقيا، من بين الأبرز في العالم، وخاصة بعد التوجهات الأخيرة للاقتصاد الجزائري ومحاولة الجزائر الدخول إلى منظمة البريكس. إذن في هذا الإطار تم الموافقة على توسعة وبناء قصر معارض كبير في عدة مرافق بمنطقة المحمدية، واللي سوف يدخل في النسيج العمراني يعني العام نتاع مشروع مدينة نتاع العمارات تاع المدينة، مشروع الصابلات، وكذلك فندق الهيلتون، وكل المنطقة يصبح لها استراتيجية اقتصادية ومركز للمعارف، ويكون فيه معارف دائمة يعني على مدى السنة. إذن بعد ما تم وضع الحجر الأساسي من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، هذه مدة شهرين، يعني تشوفوا المجسم لا فيزيون 3D نتاع المشروع هذا، يعني تاخذوا فكرة الحجم نتاعو في هذا الفيديو. أترككم تتابعون، والسلام عليكم.